طنين الأذن هو إدراك حسي للضوضاء أو رنين في الأذنين، ويعد الطنين مشكلة شائعة، فهو يؤثر على نسبة من 15-20% من الأشخاص. طنين الأذن ليس مرضا في حد ذاته، إنه عرض لحالة كامنة كفقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر، أو إصابة الأذن، أو اضطراب في الجهاز الدوري. مع أن الطنين أمر مزعج، فإنه لا يشير عادة إلى مرض خطير، ومع أن حالة الطنين قد تسوء بالتقدم في العمر، فإنها يمكن أن تتحسن بالعلاج. أعراض الطنين: يشمل طنين الأذن الإحساس بسماع صوت حتى مع هدوء الأصوات في الخارج، وقد تشمل أعراض طنين الأذن سماع هذه الأنواع من الضوضاء في أذنيك، ومنها الرنين، الأزيز، الزئير، النقر، الفحيح، الهمهمة. وقد تختلف شدة الضوضاء من الزئير الغليظ إلى الصفير الحاد، ويمكن سماعه في الأذنين أو في إحداهما، وفي بعض الحالات يمكن أن يرتفع الصوت لدرجة إعاقة قدرتك على التركيز وسماع الأصوات الحقيقية. وقد يستمر طنين الأذن طوال الوقت أو يأتي بصورة متقطعة. يوجد نوعان من الطنين: الطنين المسموع في أذنيك فقط، وهو من أكثر أنواع الطنين شيوعا، ويمكن أن يحدث نتيجة مشاكل في الأذن سواء الخارجية أو الوسطى أو الداخلية، وقد ينتج أيضا مع مشاكل أعصاب السمع أو تضرر جزء الدماغ المسؤول عن تحويل الإشارات العصبية إلى صوت. النوع الثاني من الطنين هو الطنين الموضوعي، وهو الطنين الذي يستطيع الطبيب سماعه أثناء فحصك، وقد يرجع هذا النوع النادر من الطنين نتيجة مشاكل في الوعاء الدموي أو حالة في عظمة الأذن الوسطى أو الانقباضات العضلية. متى عليك أن تزور الطبيب؟ إذا كنت مصابا بطنين يزعجك، ينبغي استشارة الطبيب. حدد موعدا لزيارة الطبيب في حالة إصابتك بالطنين بعد الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلة برد، دون أن يتحسن الطنين في خلال أسبوع. ينبغي استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن في حالة إصابتك بطنين يحدث فجأة أو بدون سبب واضح، إصابتك بفقدان السمع أو دوار مصاحب للطنين. ما هو أسباب الطنين؟ هناك العديد من المشاكل الصحية التي قد تتسبب في حدوث الطنين أو تفاقمه، وفي العديد من الحالات لا يتسنى تحديد السبب مطلقا. يكمن أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالطنين في تلف خلايا شعر الأذن الداخلية. هناك شعيرات صغيرة ورقيقة جدا في الأذن الداخلية تتحرك بالارتباط مع ضغط الموجات الصوتية، وتحفز هذه الحركة الخلايا لإطلاق إشارات كهربية خلال العصب الخارج من الأذن، العصب السمعي، إلى الدماغ، ويتولى الدماغ ترجمة هذه الإشارات إلى أصوات. إذا انثنت الشعيرات الموجودة داخل أذنك أو انكسرت، فيمكنها أن تسرب نبضات كهربية عشوائية إلى دماغك، ما يؤدي إلى الإصابة بالطنين. وتتضمن أسباب الطنين الأخرى غير ذلك من مشاكل الأذن والمشكلات الصحية المزمنة والإصابات أو الحالات التي تؤثر في الأعصاب الموجودة في أذنك أو المركز السمعي في دماغك. الأسباب الشائعة للطنين: فقدان السمع المصاحب لتقدم العمر. يضعف السمع عند الكثيرين مع تقدم العمر، ويبدأ عادة في عمر الستين.
يمكن أن يتسبب فقدان السمع في الطنين. يعرف هذا النوع من فقدان السمع طبيا بالصمم الشيوخي. ثاني أنواع الأسباب الشائعة للطنين هو التعرض لضوضاء عالية. يمكن للضوضاء العالية كالصادرة عن المعدات الثقيلة والمناشير الكهربائية الأسلحة النارية أن تتسبب في فقدان السمع المرتبط بالضوضاء، ويمكن لأجهزة تشغيل الموسيقى المحمولة مثل مشغلات ملفات MP3 أو الآيبود التسبب في فقدان السمع المرتبط بالضوضاء إذا استخدمتها بصوت عالي لفترات طويلة. عادة ما يزول طنين الأذن بسبب التعرض قصير المدة كحضور الحفلات الصاخبة أو التعرض طويل وقصير المدى للضوضاء العالية، فيمكن أن يسبب ضررا دائما. ثالث الأسباب وهو انسداد الأذن الشمعي. يحمي الشمع قناة الأذن فتعلق به الأرتربة ويبطئ من نمو البكتيريا. يصعب التخلص من شمع الأذن طبيعيا عند تراكمه مما يسبب فقدان السمع أو تهيج طبلة الأذن ويؤدي إلى الإصابة بالطنين. رابع الأسباب هو التغيرات في عظم الأذن. قد يؤثر تيبس عظم الأذن الوسطى أو تصلب الأذن في سمعك ويسبب الطنين. تميل هذه الحالة الناجمة على نمو العظم غير الطبيعي لأن تتوارثها العائلات. أسباب أخرى للطنين. هناك أسباب أقل شيوعا للإصابة بطنين الأذن، ومن ضمنها داء منيير. يمكن أن يكون طنين الأذن مؤشرا مبكرا يدل على الإصابة بمرض منيير، وهو اضطراب في الأذن الداخلية قد ينجم عن اضطراب ضغط سائل الأذن الداخلية. ثاني الأسباب هو اضطراب المفصل الفكي. من الممكن أن ينتج عن مشكلات المفصل الصدغي الفكي، وهو الموجود على كل جانب من رأسك أمام أذنيك، حيث يلتقي عظم الفك السفلي بجمجمتك. ثالث الأسباب هو إصابات الرأس أو إصابات الرقبة، أو قد يكون سبب طنين الأذن هو ورم العصب السمعي. يحدث هذا الورم غير السرطاني على أعصاب الجمجمة التي تمتد من دماغك إلى أذنيك الداخلية وتتحكم في التوازن والسمع. خامس الأسباب هو اختلال القناة السمعية. وفي هذه الحالة تظل قناة الأذن التي تربط الأذن الوسطى بحلقك العلوي متمددة طوال الوقت، مما قد يجعلك تشعر بانسداد أذنك. وآخر الأسباب هو تشنجات العضلات في الأذن الداخلية. وفي حالات نادرة يتسبب اضطراب الأوعية الدموية في الإصابة بالطنين. يطلق على هذا النوع من الطنين اسم الطنين النابض، وتتضمن الأسباب فيما يلي: التصلب الشرياني وأورام الرأس والرقبة، ارتفاع ضغط الدم، تدفق الدم المضطرب، وتشوه الشعيرات الدموية. كل هذه الأسباب تؤدي إلى الإصابة بطنين الأذن. ولكن هناك أيضا بعض الأدوية التي تؤدي إلى حدوث الطنين، كالمضادات الحيوية التي تتضمن البوليميكسين والإريثروميسين والفانكوميسين، وبعض أدوية علاج السرطان التي تتضمن الميثوتريكسات والسيسبلاتين، وبعض أنواع أدوية مضرات البول مثل البوميتانايد أو حمض الإيثاكرينيك أو الفريوسيمايد، وبعض أدوية الكنين التي تستخدم لعلاج الملاريا أو للحالات طبية مختلفة، وأيضا بعض مضادات الاكتئاب قد تسبب سوءا لحالة طنين الأذن، وآخرهم هو الأسبرين الذي قد يؤخذ بجرعات عالية قد يؤدي إلى حدوث الطنين في الأذن.
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب بعض المكملات الغذائية العشبية الطنين مثل النيكوتين والكافيين. أما لو تحدثنا عن عوامل الخطر، فقد يصاب أي شخص بطنين الأذن، ولكن قد ترفع تلك العوامل من خطورة إصابتك بالمرض. كالتعرض لأصوات مرتفعة، يمكن للتعرض المطول لأصوات مرتفعة تدمير الخلايا الشعرية الحسية الدقيقة الموجودة في أذنك التي تنقل الصوت للمخ. والأشخاص الذين يعملون في بيئات صاخبة مثل عمال المصانع والبناء والموسيقيين والجنود هم أكثر الفئات المعرضة للخطر. العمر، مع تقدمك في العمر ينخفض عدد الألياف العصبية العاملة في أذنيك، مما قد يتسبب في مشاكل في السمع غالبا ما ترتبط بالطنين. الجنس، الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بطنين الأذن. التدخين، المدخنون معرضون بصورة أكبر للإصابة بطنين الأذن. مشاكل القلب والأوعية، يمكن للأمراض التي تؤثر على سريان الدم كارتفاع ضغط الدم أو ضيق الشرايين أن ترفع من معدل خطورة تعرضك للإصابة بطنين الأذن. أما لو تحدثنا عن مضاعفات الإصابة بطنين الأذن، يمكن للطنين أن يؤثر في جودة الحياة تأثيرا كبيرا. ومع أنه يؤثر في الأشخاص بطرق متباينة، إذا كنت مصابا بالطنين فقد تشعر أيضا بما يلي: التعب، الضغط النفسي والإجهاد، مشكلات النوم، التركيز على الصعوبات، مشاكل الذاكرة، الاكتئاب، القلق والتهيج. الوقاية من مرض طنين الأذن، في كثير من الحالات يكون طنين الأذن نتيجة لشيء لا يمكن منعه، ومع ذلك يمكن اتخاذ بعض الاحتياطات التي تساعد على منع أنواع معينة من طنين الأذن، كاستخدام حماية السمع. مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي التعرض للأصوات الصاخبة إلى تلف الأعصاب في الأذنين، مما يسبب فقدان السمع والطنين. إذا كنت تستخدم المناشير الكهربائية أو كنت موسيقيا أو تعمل في صنعة تستخدم آلات بصوت عال أو استخدام الأسلحة النارية، فقم بارتداء حماية فوق الأذن. تخفيض حجم الصوت، يمكن أن يسبب التعرض لفترة طويلة للموسيقى الصاخبة مع عدم وجود حماية الأذن، أو الاستماع إلى الموسيقى بصوت عال جدا من خلال سماعات الرأس يمكن أن يسبب فقدان السمع وطنينها. العناية بصحة القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يساعد الانتظام في ممارسة التمارين وتناول الطعام الصحي واتخاذ الخطوات الأخرى للحفاظ على صحة الأوعية الدموية على منع الطنين المرتبط باضطرابات الأوعية الدموية.